احنا دلوقتي هنعمل زبده الفول السوداني. ده فول سوداني مش مملح، مقشر ومش محمص، ني. هاخده على النار هحمصه، وبعدين وانا بضربه ممكن اكتفي بضربه يبقى زبده، وممكن اضيف له زبده ويفضل تكون ساقعه عشان تديني القوام اللي انا عايزاه، وممكن اضيف له عسل ابيض. دول اضافتين اختياري. تمام؟ طبعا الناس اللي عندها حساسيه من الفول تمتنع عن هذه الوصفه يا جماعه. هاخد الفول السوداني هحطه هنا واخليه يتحمص، وهقرب الزبده والعسل. انا هضيفهم لكن هما اختياري زي ما قلت لكم. رشه ملح خفيفه قوي قوي هنا واسيبه يتحمص. احنا حمصنا اللي اسمه ايه دوت الفول السوداني مع رشه الملح على النار. تمام تمام. هاخد بقى دلوقتي احطه هنا وهو سخن، لازم يكون سخن. مش عشان مش هيعمل لو هو مش سخن، لكن لو هو سخن بيعمل اسرع، بيضرب اسرع. تمام. واقفل واقفل واشغل. طخ طخ طخ. وهنزل من هنا الزبده والعسل اللي هم اختياري مش اجباري، زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوهم حطوهم، مش عايزين تحطوهم ما تحطوهمش. بس هستناه يتضرب الاول شويه. اوبس. ما نزلش عليه اي اضافات الا لما احس انه بدا يتحول لزبده. طول ما هو مجروش مفيش اي اضافات تنزل عليه. بصوا بتعرفوا منين؟ من القاع خالص، بيبتدي يتماسك هنا ويعمل زبده. تعرفوا ان هو بدا ايه يتحول لزبده، والسخونيه طبعا طالعه اهي، والسخونيه دي هي اللي بتساعد انه يتحول لزبده بسرعه. وابتدي انزل الزبده تاني. الزبده والعسل اختياريين، زي لما تروحوا تشتروا زبدة الفول السوداني من السوبر ماركت هتلاقوا مكتوب عليها في منها تشانك اللي هو فيه قطع من الفول السوداني قطع، وفي منها سويتند اللي هي مضاف ليها عسل، او في منها مضاف ليها بلس باتر او لا. فده حسب اختياركم سواء في الشراء او في البيت. برضو كمية الضرب اختيارية زي ما قلت لكم. انتوا حابين ان يكون فيها قطع من الفول السوداني، او انتوا حابينها انها تكون يعني ناعمة خالص زي ما انتوا عايزين. البانيه الفراخ معاكوا على الشاشة. حاضر، شكرا حبيبتي. بصوا بقى القوام بقى عامل ازاي. ده طبعا بيدخل التلاجة يهدى لانه سخن، وبيبقى تحفة ومضمون. واللي عنده حساسية من الفول يبعد تماما عن هذه الوصفة. تمام تمام. مش عايز يضيف عسل، اللي مش عايز يضيف زبده ما يضيفش، مفيش مشكله خالص.